لما حد يحاول يسلم عليك بإيده. لما أخيرا تلاقي إزازة كحول في الصيدلية. لما يسألوك عن أحلامك اليومين دول. ما بقتش عايزة حاجات كتير، كل اللي أنا عايزة أعيش. لما حد كل شوية يجيب لك أخبار وحشة. اسكت بقى، ضاع قد إيه من عمرنا. اسكت بقى. لما حد يجي يحضنك. ابعدي بقى 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 بقى. لما ما يردوش يخلوك تشتغل من البيت. اللهم الاعتراض يا رب ليه يا رب بجد فعلا. يلا بنتي نبدا الحلقه. احمد ابو هشيمة اعلن ارتباطه بشكل رسمي بياسمين صبري من خلال ستوب. فاكر في الحلقة الأولى لما قلت إن أبو هشيمة ملوش غير في اللبنانيات؟ لا مش فاكر. والظاهر كده إن أحمد أبو هشيمة ملوش غير في اللبنانيات بس. شكلك وحش. بس المهم إن أحمد أبو هشيمة بعد ما أعلن ارتباطه بياسمين صبري بدأ يبقى أكتف عندها على الأكاونت بتاعها على إنستجرام ويعمل لها بقى قلوب حمرا وحركات كده. للناس يا حب. بس عجبنا والله ذكاء ابو هشيمة في انه استغل ان هو كان ترند وبدا يتكلم على البروجكت بتاعه في لقاء تلفزيوني طلع فيه. والصراحه بقى احنا شايفين ان توقيت اعلان ارتباطه بياسمين مع توقيت اعلان مشروع جديد اللي هو شغال عليه مش صدفه ابدا. هو خلق الترند وعرف يخلي كل الصحف تتكلم عنه. طلع بعدها في لقاء تلفزيوني الناس كلها مستنيه تعرف ايه تفاصيل جوازه بياسمين. هوبا ما تكلمش عن ياسمين، اتكلم عن مشروع جديد اللي هو شغال فيه. ودي بروباجندا ذكيه اعتقد احمد ابو هشيمة باين فيها قد ايه هو مش سهل. اكيد مش سهل، واحد اتجوز هيفا وخطب ياسمين صبري سهل ايه؟ مش عامله كده ازاي دي؟ لا صعب عليك قوي ياسمين. الفتره اللي فاتت انتشر تحدي جديد على السوشيال ميديا اسمه سيف هاند تشالنج، ومن خلاله بعض المشاهير بقوا بينزلوا فيديوهات للطريقه الصح والمده المطلوبه لغسل الايد والوقايه من فيروس الكورونا. وده شارك فيه اكتر من شخصيه مشهوره زي حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر. حارس مع انتشار فيروس الكورونا في العالم شفنا مشاهير كتير على السوشيال ميديا بينشروا رسائل دعم ونصايح للجمهور للوقايه من الفيروس. وبعيدا عن الحاجات الهادفه اللي عجبتنا، احنا دلوقتي هناخدكم في جوله لاغرب ردود افعال بعض المشاهير على الكورونا. في المركز السادس تيجي فيفي عبده بسلسله فيديوهات كورونا مكرونه اللي كانت بتنزلها على انستغرام. كورونا خمسه مكرونه ها. طب اعمل ايه في اللي انا فيه ده؟ انا بحاول اتنقر عشان الكورونا ما تجيليش. الله اكبر. في المركز الخامس بتيجي اليسا بفيديو اغنيه اكرهني اللي كلماتها طلعت لايقه جدا على التعامل بيننا وبين الناس في الفتره دي. ما بس تقرب لي وتسلم عادي علي. في المركز الرابع بقى بيجي محمود العسيري اللي كتب تويت لا تخلو من نظريه المؤامره وجو قصص روايات رجل المستحيل وبيخاطب فيها المجلس الخفي لاداره العالم. ايه الكلام ده؟ في المركز الثالث بتيجي خبيرة التجميل اللبنانية جوال اللي لبست كمامة عليها ألماظ وأحجار كريمة شبه حاجات هاني البحيري كده اللي هو جو إيه؟ لا تجعلي مواجهة الكورونا تفسد جمال طلتك البهية. أما المركز الثاني فبيروح لكارول سماحة اللي أجلت إصدار كليب أغنيتها الجديدة مش هعيش علشان كان في مشهد كده بتحاول تنتحر فيه، فكانت شايفة إن المشهد ده مش مناسب للظروف اللي إحنا بنمر بيها دلوقتي. هو الحقيقه يا كارول يا حبيبتي احنا مش مفروض نشوفك بتنتحري ولا في الظروف دي ولا في ظروف تانية، احنا اصلا ماشيين بعلاج. بقى انا كابتن. لا والله تعبان. والان المركز الاول يذهب الى مي خريستي. مي خريستي هي فلوجر مصريه مشهوره طلعت في لايف على فيسبوك لا يخلو من الافواره والزعيق والبهدله فينا على الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها مع فيروس كورونا. الاجهزه الاعلاميه بلا استثناء في امريكا واخده اوامر تمام من بق الاسد انها تخوف. وبعيدا عن انها بتهرف نظريات مؤامره في وقت الاهم فيه نواجه مشكله الكورونا الاول وبعدين نبقى ننظر ونرغي ونعمل كل الحاجات اللي احنا بنحبها دي. لكن خلنا بالنا بقى من كذا حاجه كده، زي ان مي مثلا طلعت قالت على وشها ان هو الله اكبر ممكن يتحرق. ده الوش الله اكبر ده هيتحرق. وده يا جماعه درس من مي ان الحسد اخطر علينا من فيروس الكورونا. ما كفايه بقى لعبة البتاعه الزرقاء اللي انت ماسكاها لي دي، انا هحسدكوا على ايه؟ ده انتوا اغلى جهاز عندكم الخلاط.
وهجمة المصريين عشان هم مهتمين ان هم يلبسوا كمامة، واتريقت عليهم عشان مش عارفين سانيتايزر ولا سانيتايزر. لا ده انا لازم اقولها صح، دي مي اللي من فلوريدا ناويه تهزقني، ده الانجليش بتاعها كده. انتوا يا مصريين اللي ما تعرفوش يا مؤاخذه يعني سانيتايزر. شيم اون يو يا مي. شيم. كملت كلامها وقالت مش زعلانه عليكم، انا زعلانه عليكم ومنكم. مي في الحقيقه طول الفيديو ما ذكرتش اي مصدر، قعدت تطلع شويه ورق تحركهم على الترابيزه كده، وبعد كده مسكت الموبايل قالت في مصدر هبقى اوريه لكم لو افتكرته، وبعدين ما ورتناش اي حاجه خالص. وكمان قالت ان السي ان ان طلبوا انها تشتغل معاهم وهي رفضت. لو واحده زيي بيبوسوا صوابع رجليها عشان اشتغلهم في السي ان ان. لو نفتكر بقى يا مي انك كنت اصلا عامله برنامج في القاهره والناس ما كملش، والحلقات بتاعته سايبينها في خزائن مدينه الانتاج عشان الناس كانت عماله بتهاجم فيكي. سي ان ان ايه يا مي؟ والنبي اللي اضربها على بقها الولايه دي. في النهايه خلونا نتفق ان فيروس كورونا خطر حقيقي، والحل معاه مش اننا نتفه منه ولا نتريق عليه ونستهون باي اجراءات وقائيه ضده، وفي نفس الوقت لا ننشر الذعر بين الناس ولا نخوف. الحل هو ان احنا نتعامل بهدوء ونتبع تعليمات الجهات المسؤوله زي منظمه الصحه العالميه، عشان نخلص بقى من اللي احنا فيه ده، احنا وبلادنا واهالينا وكوكبنا القمر ده، عشان احنا تعبنا. بما اننا في فتره اجازه وتضامنا مع حمله خليج في البيت، فاحنا النهارده هنزود لكم شويه جرعه ترشيحات الافلام والمسلسلات عشان تتسلوا وانتوا قاعدين في البيت بعيدا، يعني انتوا اكيد متسالين وانتوا بتتفرجوا علينا دلوقتي. اول حاجه هنرشحها هو مسلسل ويست وورلد، وهو مسلسل خيال علمي بيحكي على حديقه ترفيهيه فيها روبوتس على شكل بني ادمين، ولو دفعت تيكت في الحديقه دي تقدر تعمل اللي انت عايزه في الروبوت زي حياه الوايلد ويست والكاوبويز، بس الروبوتس مش هتستحمل اللي هيحصل فيها خالص. المسلسل حلو قوي وتقييمه على IMDb 8.7. ليه بنرشح المسلسل ده دلوقتي؟ علشان الموسم الثالث بتاعه نزل يوم 15 مارس اللي فات، فتلحقوا تشوفوا الاول والثاني وتخشوا على الثالث على طول. تاني حاجه هنرشحها هو مسلسل ذا جود دكتور، وهو بيحكي عن جراح عبقري عنده توحد، وبنشوف في كل حلقه الحالات اللي بتجيله وازاي هو بينقذها في اخر الحلقه. المسلسل عامل زي الاجواء البوليسيه شويه بس في المجال الطبي، وتقييمه على IMDb 8.2. تالت حاجه هنرشحها هو فيلم Ready or Not. الفيلم ده ميكس بين الرعب وبين الكوميديا، بيحكي عن اتنين هيتجوزوا بس قبل الفرح هيلعبوا لعبه معينه. اللعبه دي في الاخر هتخلي ليله الفرح اسوأ ليله في حياه البنت. مش هنقول لكم اللعبه هيحصل فيها ايه، بس هقول لكم ان الفيلم تقييمه متوسط، تقييمه 6.8 على IMDb وهيعجبكم. وبكده يبقى معاكم مسلسلين وفيلم، حاجه كده ميكس اكشن خيال علمي طبي رعب كوميدي، تقضوا بيه احلى اسبوعين انتخى في البيت، فشوفوهم وقولوا لنا رايكم. كده خلصت حلقتنا النهارده، استنونا الاسبوع الجاي في ستوكيه جديده، بس اهم حاجه خليك في البيت. البيت اوعى. لو بتشوفونا على يوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ولو بتشوفونا على انستجرام ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، ولو بتشوفونا على فيسبوك ما تنسوش تعملوا شير ولايك. باي.